رايك بافتتاح المجسم؟ والله شيء روعه هذا، يعني شيء يخدم البلد ويخدم الناس ويخدم يعني الزحام يخوف. هسه عمليا تطلع ما تقفلي لي حي العربي، لانه عندك المثنى وعندك المعارض وعندك هذا، يعني يطلع طلعه واحده مثل ما يقول ابد ما يقف. والله ما شاء الله خير وبركه وافتتاح، يعني خدم العالم خدمي، يعني تخفف ازدحامات، سرعه بلا ترافيك لايت، يعني شغله رقم واحد. وين توصل من هنا؟ هنا الساعه تقريبا للمثنى بلا وقفه، تطلع للحدبة للحي العربي بلا وقفه، كله مجسر وبلا ازدحامات وبلا وقفه بلا قطاعات. مجسر خفف علينا الازدحامات، خط سريع ما شاء الله، حيل زين مرتاحين اسع منه حيل ما شاء الله. لا ما في استدارة. اي والله ساعة قبل لازم نطلع. هلا نطلع قبل الساعة، وين ماكو حتى على المعارض قبل ماكو استدارة. شيء حلو والله، ومجسر يعني فضل، يعني فضل الازمة مال الزخم ما يصير. انا اول مرة راح اجربه. اي والله. وراح اطلع ان شاء الله من يوم، ما راح اطلع لان انا الصراحة طالع على الصناعة. ومنظر حلو. منظر حلو الموصل.